مساء الخير عليكم جميعا. خلينا نجاوب على سؤال صديقتنا. بتقول هي كتير بتشوف على السوشيال ميديا مواضيع بتخص الأمراض ومواضيع بتفكر فهل هذا هو جذب أو شو. هلأ أحيانا بيكون جذب، أحيانا بيصير جذب بعد ما أنا أشوف المواضيع هاي. يعني كيف؟ إما أنا بكون عندي مخاوف العمق من موضوع الأمراض فبقوم بجذبها كبوستات عشان يزيد الخوف عندي وأغذي الخوف عندي، أو ممكن يكون شفتي مرة بوست فحسيتي مخاوف معينة أو قلتي ليش أنا شفت هذا البوست، عملتي مقاومة فصرتي على ذبذبة هذا الشيء، فصرتي تجذبي وتشوفي وتكرري لأنه عقلك صار يرفض هذا الشيء. فهي إما موجود الخوف موجود already أو صار عندك موجود بسبب بوست أو بوستين شفتي، أو قلنا بسبب بوست أو بوستين أنت شفتي فحطيتي في بالك إنه هذا بسبب الجذب فعلي الموضوع في راسك. فالمهم إن اللي مهم هلأ أنك تعملي إنك أنت لما تشوفي بوست عادي لا تركزي فيه، لا تغذي، لا تقاومي، لا تقولي ليش أنا بيصير هيك معايا. مرة عمرة عمرة حتلاقي البوست، هذه البوستات اختفت من حياتك، أو كل ما تشوفي قولي الحمد لله يا ربي على الصحة، الحمد لله على العافية، استشعري العافية اللي عندك، قولي الحمد لله الذي عافانا من مبتلى به غيرنا وفضلنا على كثيرا من خلقه وأحسن تفضيلة. بس ما تقاومي هذا الشيء، والله إن شاء الله يجعل جميع بصحة وعافية وسعادة ويشفي جميع المرضى يا رب. بالنسبة لصديقتنا فقصتها جدا جميلة. حلو إنه الإنسان يطلع من دور الضحية ويطلع من هذا المسلسل اللي أنت بتحكي عليه ويبدأ من جديد. مش غلط الإنسان إنه يطور ذاته، إنه يتقدم، وحلو إنك أنت اكتشفتي إنه بإيدك إنك تتغيري وبإيدك إنك تبدي من الصفر وبإيدك إنك تقدمي. وإن شاء الله يا رب تكوني دائما متميزة، دائما في أعلى المراتب. حلو إنه الإنسان يتعلم ويشوف أخطائه ويبدأ يغير فيها. مع العلم أنا ما بعتبره غلط، أنت تعلمتي أشياء من ناس مثلا حقد أمك زي ما بتقولي، كانت مرحلة وكانت لخير وكانت لسبب عشان توصلي لمرحلة إن شاء الله أفضل وأحسن. وأنا متأكدة إنه كل اللي مريتي فيه كان في له سبب عشان توصلي لشيء أفضل وفي مكان أحسن وأفضل. ومش غلط تكملي البكالوريا وتكملي الجامعة ويمكن تلاقي حالك في مكان تاني. أنا كثير بعجبني الناس اللي بتصحى وبتلاقي نفسها وبتنوي إنها تتغير وبتنوي إنها تكسر وتتخلص وتحطم كل اللي موقفها في حياتها. وبتعجبني الناس اللي عرفت تأخذ المفتاح وتفتح فيه أبواب إلها عشان تتقدم في حياتها. كل إنسان فينا لو كان مش راضي عن اللي هو فيه لازم يبدأ يحرك نفسه ويتغير للشيء الأفضل. لو كان عمره إن شاء الله 90 سنة، لو حاسس إنه في مجال إنك تتغير تغير، لو حاسس إنه في باب إنك تدقه يوديك لمكان أفضل دقه. ما عمرك توقف وتكتف إيديك وتقول ما بقدر، وما عمرك تقول فلان ما كان خلاني أو أهلي أو أبويا أو أمي أو فلان كان السبب. أنت السبب وأنت اللي بإيدك تغير هذا السبب. فإنوي إنك تتغير، ومش بس تنوي. في ناس للأسف بس بتنوي، لكن في ناس بتنوي وبتقوم بتتحرك عشان تغير. هذا الفرق بين الناس اللي بتصير نواياها وبتتجلى، وفي ناس والناس اللي بتحط نوايا من أول السنة وما بيصير معاها إشي. الفرق إنه تتحرك وبتسعى وراء هذه النية عشان توصل للرؤية اللي هي حطاها في النهاية وتشوف حالها في المكان اللي هي بدها تشوف حالها فيه. فبرافو، كملي. صراحة أنا جدا فخورة فيكي، جدا مبسوطة إليك. إن شاء الله بتنجحي وبتروحي على مكان أفضل وبتتقدمي وبتتميزي، لأنك أنت بالفعل حد مميز وفيكي من روح الله.
بالنسبة لصديقتنا بتقول نهت علاقة من سنتين وهي نفسها ترجع. شوفي ستي، أنا بدي أقول لك شغلة، عمرك ما يكون نفسك في إشي وما تسوي، نفسك ترجعي حاولي ترجعي، حاسة إنه العلاقة بتقدري إنك أنت تقوميها وترجعيها، مش غلط إنك ترجعي. الإنسان بغلط وبتعلم وبطور من حاله، ما عشان ما تيجي في يوم تندمي وتقولي يا ريتني ما رجعت. إجتني بنت من 6-7 شهور، إجاها واحد يخطبها وبيحبوا بعض، أحكي لك القصة بس، بيحبوا بعض، أبوه، هم من جنسيتين مختلفتين، وأبوها ما كان كثير حابب الشاب، والشاب إجا وأبدى حسن النية وإجا يتقدم زي وزي هالناس وكل إشي تمام. عشان أبوها مش كتير انترستد، هو ما قال لأ الأب، لكن الأب ما كانش كتير انترستد، فالشاب اتضايق شوية، قالت لها إما انزلي كلمي، نزلوا يعني روحوا، فنزلت تحت تشوف. فالشاب كان متضايق، يعني ما كانش مقابلة الأب للشاب جميلة كثير، فهي بدل ما تطيب خاطره بكلمتين صارت تعصب عليه وتخانقه وبهدلت وعملت مشكلة، وهو زعل وراح. عشان كرمتها ما اتصلتش فيه. طيب عند هاي النقطة، انت بتحبيه وجيتيني وتعبانة عشانه وزعلانة، بقول لك بادري، ضليت أقول لك بادري، اتصلي اسألي، ما اتصلتي ما سألتي. أنا بحكي لك على قصة البنت بس عشان تفهمي أنا ليش بحكي هذا الكلام. أوكي، ما سألت، قعدت شهرين، والشهرين صاروا 3 والثلاثة صاروا 4، بعدين تذكرت إنها بدها تسأل، راحت إيش سوت؟ بعتت صاحبتها تبعت له واتساب. أنا بحكي لكم القصة بس عشان أفهمكم إن الإنسان مرات ممكن يضيع من إيده فرص. بعتت له واتساب، حكى معاها، معلش اسمحي لي، صار لك 4 شهور سايبة، 4 شهور سايبة، ويجا عبيتكم وانهان، بدل ما انت طيبة خاطره بكلمتين وتحكي معها بالمنيحة، قمتي صرختي وعملتي مشكلة وقطعتيه. You don't care. قلتي له، قال لك ما بدي خلص، قلتي له بلاش ومع السلامة وسكرتي، وهو قال لك ما بدك لأنه أسلوبك كان غلط. أوكي، يجيتي هلأ تعيطي وزعلانة، طب كم مرة قلت لك حاكي بادري، ولما حكيتي ما حكيتي، أنت خليتي حد يحكي عشان يستدرجه في الكلام، أم هو شبك مع البنت، خليه يشبك مع البنت، هو يعني هو مش مضطر 4 شهور واحدة مش سألة عنه وتبهدل في بيتها وبهدلت، وبعدين لما نزلت تحت يضل مرتبط عليها أو باقي عليها، ما حس انك انت you care about him، ما حس انك انت بدك تعملي شيء عشان تنجحي هذه العلاقة. انا دائما باجي بصف المرأة في اي علاقة، لكن اليوم بدي احكي لك شغلة، مش كل البنات او الستات او النساء صح دائما في حياتهم، في رجال مغلوب على امرهم منهم. فكلامي لك، اذا قادرة انك تصلحي العلاقة بادري، اعملي شيء عشان هذه العلاقة تتقوم، تتصلح، ترجع. وطالما انت من جواكي ما بدك تتركي، ليه تركتي؟ لا تاخدي قرار قلبك مش راضي عنه. عمرك في حياتك ما تقرري بقرار من غير ما ترجعي لقلبك، واذا قلبك قال لا وقفي وما تاخدي. فخدي الخطوة وبادري، واتصلي واسألي وحاولي. احنا دايما ايش بنقول؟ حط النية واشتغل عليها. حط نية انك انت تراجع العلاقة واشتغلي عليها وبادري، مش غلط. انا دايما بقول علاقة الحب بين اثنين لو انكسرت مش سهل اني انا ارجع ابني علاقة مع شخص جديد من اول وجديد، مش سهل اني امسح ذكريات. يعني انا بقولكم فعليا الحب مع كل شخص له ذكرى صعب إنك تنهيها وتبدأ من جديد مع شخص تاني. صعب إنك تكون عمر مع إنسان وتحبه وتعطيه من حبك ومن من 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 مشاعرك ومن أفكارك وجزء من حياتك، وفي الآخر تعمل دروب وتمشي، إلا إذا كانت العلاقة مش قاعدة أنا بتفيدني أو
أو إني أنا مثلاً في علاقة مش سوية، بنضرب، بتبهدل، بنسب، مش مبسوطة، ما كانت العلاقة ممكن تتقوم أو تتصلح مع العلم. أنا بدي أقولكم إياها وبكل صراحة، فيش علاقة في الكرة الأرضية ما ممكن تتصلح، ومع هيك فيش شيء بيجبرك إنك تعيشي تعبانة ومعذبة، لكن طالما أنت بتحبيه وندمانة وقادرة إنك تصلحي العلاقة، go ahead، صلحي علاقتك وارجعي وعيشي مع الشخص اللي أنت بتحبيه. الحب لو الإنسان عرف يعيش بطريقة الحب الصح يعيش مبسوط ويعيش حياته كلها سعادة وبهجة. هذا كان بالنسبة لأسئلة اليوم. يوم الجمعة عندي تأمل أسماء الله الحسنى بالمركز، اللي حابب يكون معايا يتواصل على الرقم اللي على الشاشة، اللي حابب يحجز جلسة تنظيف الأعضاء من أي شيء أو من أي طاقة سلبية، من أي طاقة منخفضة، من أي طاقة مريضة في الجسم، يتواصل على الرقم. اللي حابب يحجز عندي أي جلسة موازنة للمسارات الطاقة، تنظيف، جلسة برانيك هيلينج، جلسة ريكي علاجي، جلسة شفاء علاقات، بإمكانكم إنكم تتواصلوا على الرقم اللي على الشاشة. شكرا لكم جميعا، وبستناكم يوم الجمعة في تأمل أسماء الله الحسنى. نهاركم سعيد.